بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم برنامج ديزاين مودر داخل برنامج الأنسس. وبنبدأ نتعلم الأوامر الأساسية في كيفية رسم موديل، ويبدأ يخدم معاك في موضوع الفاينايت إيليمنت. بنحاول نربط ما بين البرنامج والميكانيكال ورك بنش، أو ديزاين مودر والميكانيكال ورك بنش، بمعنى اللي أنت بتبدأ ترسم الرسمة وعارف أنت هتروح بعد كده تبدأ تعمل عملية المحاكاة، بس في صورة ايه بقى، ال 1D ولا ال 2D ولا ال 3D element. رجعنا رجعة كويسة جدا، او عملنا مجموعة من السكشن اللي فاتت على مجموعة من الاوامر، سواء للاوامر ال 2D والاوامر ال 3D، وقدرنا نرسم شكل ال 2D ونقدر نحوله الى شكل 3D، وعرفنا الاوامر الرئيسية سواء هنا او هنا. في المثال اللي فات احنا خدنا كانتليفر، وكانتليفر كان عباره عن كروس سيكشن، عباره عن مستطيل ابعاده 10 في 20 في طول 100، وقدرنا نرسم الكلام ده باستخدام ال 3 دي element. في نفس الوقت استخدمنا قائمه جديده اسمها الكونسبت، بتبدا ترسم حاجه اسمها اللاين فروم بوينت او لاين فروم سكتش. بمعنى ايه؟ ان انت تقدر ترسم الشكل بتاعك دي 3 دي. لو رحت للقائمه دي للكونسبت تقدر ترسم خط ويتعرف له الكروس سيكشن، فبالتالي البرنامج هيفهم معاه اللي ده عبارة عن 1D. فده بيكون نوع من أنواع الفاينات إليمنت، أو نوع من أنواع الشغل بتاعك وأنت شغال على الفاينات إليمنت، وبيبدأ يخدم معاك. المرة دي هنبدأ نجيب مثال، بمعنى إيه؟ إحنا كنا شغالين 3D ونقدر نحول الشكل ده لل1D. طيب في أمثلة مش هنقدر نحولها إلى ال1D. بمعنى إيه؟ إن ال1D محتاج اللي يكون عندك لاين، أو محتاج عندك خط وليه كروس سيكشن. طب لو بدأ الشكل بتاعك اتغير وبقى الشكل عندك مجسم، مش تقدر تتعامل معاه بال1D. بنلجأ لحاجة اسمها ال2D element. في المثال اللي عندنا مثال بسيط جدا، عبارة عن بليت وفي توب. البليت اللي عندنا عبارة عن أبعاد، وعبارة عن 200 في 100، وفي التوب اللي جواه قيمته ب 40 ملم، والثيكنس بتاع الجسم كان عبارة عن 10 ملم. الشكل ده لو رحنا استخدمنا حالة ال 3D تمام بالنسبة لك، مفيش أي مشكلة. طيب لو رحنا بقى لل 1D، هنبدأ نرسم الخط اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال 200. هتبدأ تعرف له الكروس سيكشن اللي هو عبارة عن ال 100 وال 10. طيب التوب ده أنت كده استغنيت عنه، يبقى أنت كده بعدت عن المسألة أو الشغل اللي أنت شغال عنه، فبالتالي بقى بالنسبة لك ال 1D element يعني بقى طريق بالنسبة لك ما ينفعش، لازم تروح ليه طريق تاني ويكون طريق بسيط. فمحتاجين نبدأ نرسم الشكل قدامنا بطريقة ال 3D، وده بالنسبة لنا بسيط، شكل بسيط جدا عبارة عن مستطيل وجواه دايرة، ونبدأ نعمل أمر اكسترود، يبقى إحنا كده خلصنا الشكل بتاعنا. طيب ازاي بقى نعمل الشكل بتاعنا ده من حالة ال 3D إلى حالة ال 2D؟ وهيكون عندك في أمر موجود في الكونسبت اللي أنت تبدأ تعمل حاجة اسمها سيرفس، تبدأ تعمل شكل ك 2D فقط اللي هو الـ X والـ Y، في نفس الوقت تعرف له السيكنس، بس هو فاهم اللي هو هيبدأ يشتغل على ال 2D. الكلام ده بتقدر تاخده وتروح على برنامج الميكانيكال ورك بنش، وبتقدر تتعامل مع المسألة كأنها 2D element. فاحنا بنحاول نجيب الحاجه اللي انت تكون فاهم انت بتخش بتعمل ايه، ورايح للميكانيكال ورك بنش ورايح تعمل ايه. فتعال نروح البرنامج، واول حاجه بالنسبه لنا هنروح نرسم الشكل بتاعنا. بنعرف الوحدات، خلاص تعودنا على موضوع الوحدات، وبتختار الوحدات المناسبة ونختار المستوى، وبعدين نعمل سكتش، وبعدين نعمل لوك ات، وتعال نرسم بطريقة ال 3D في الحالة الأولانية، وأقول له أنا عندي شكل مستطيل والأبعاد بتاعته كانت عبارة عن 200 في 100، وهبدأ أرسم دايرة، والدايرة اللي عندنا دي كانت عبارة عن الأبعاد بتاعتها كانت عبارة عن 40، القطر بتاعها 40، وبتبعد بقى مسافة من هنا من الخط ده لغاية الخط ده في المنتصف، ومن الخط ده للخط ده في المنتصف، يعني القيمة دي عبارة عن
100 والقيمه دي عباره عن 50، وباقي الرسم عندك في حاله ال2 دي او شكل في اوامر الرسم جاهز اللي انت تحوله من حاله 2 دي الى حاله 3 دي، ونبدا نعمل امر اكسترود ونختار السيكنس بتاعي عباره عن 10، ونبدا نشوف الشكل بتاعنا يطلع لنا في الصوره اللي قدامنا. ده كده الطريقه الاولانيه في رسم الشكل، او انت عارف انت تبدا تعمل الكلام ده ازاي. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نبدأ نعمل بقى ايه؟ عايزين نبدأ نشتغل على من حالة ال 3D إلى حالة ال 2D. لو أنت رحت للقائمة بتاعت الكونسبت هتلاقي عندك هنا في الأوامر متنشطة معاك، احنا استخدمنا أول أمرين اللي هو عبارة عن اللاين فروم بوينت واللاين فروم سكتش. عاوزين نروح للقائمة رقم أو الأمر بتاع السيرفيس من الفروم سكتشز او تعمل سيرفيس من الرسمه بتاعتك، وهنبدا ناخد الامر الثاني اللي هو عباره عن السيرفيس من فروم فيسز. بمعنى ايه؟ لو انت عندك الامرين دولت تقدر تشتغل عليهم، نقدر نرسم الشكل بتاعنا في حاله ال 2 دي، ولو عرفت له الامر ده هيبدا يرسم لك الشكل بتاعك في حاله ال 2 دي. طيب الامر اللي بعد كده بيقول لك انت كان عندك شكل مجسم زي الشكل اللي قدامنا ده، وانت عاوز تحوله من حاله ال 3 دي الى ال 2 دي، او عاوز تستخدم منه كفيس وتقدر تشتغل عليها عادي جدا. تعال ناخد على طول ما دام احنا رسمنا بحاله ال 3 دي، تعال نروح نختار السيرفيس فروم فيسز ونبدا نضغط عليه. لو انا ضغطت عليها هيبدا يقول لك حدد لي الفيس اللي انت عاوزها، هقول له السطح ده وابدا اعمل ابلاي وبعدين اعمل جنريت. هيبدأ يظهر عندك في تو بارت، البارت الاولاني هو عبارة عن السوليد والبارت الثاني اللي هو عبارة عن السيرفس. تعال نخفي الشكل بتاع البودي، هتلاقي عندك هنا ايه اللي فاضل لك؟ شكل ال 2 دي. ادي الشكل بتاعنا، تحول الشكل بتاعنا من حالة 3 دي الى حالة ال 2 دي. يبقى دي كده طريقة من الطرق اللي انت تبدأ تشتغل عليها من حالة 3 دي الى 2 دي. تعال بقى نشوف حاجة تانية، تعال نقول له احنا عايزين بقى نقفل الكلام ده كله، وعندي السكتش ده هنعتبر ان احنا خلاص رسمنا السكتش بتاعنا ده. وبعد ما رسمت السكتش هروح اقول له ايه؟ انا هروح اعمل من قائمة كونسبت اقول له اعمل لي سيرفيس فروم سكتش، يعني السكتش اللي انا رسمته ده اعمل لي منه سيرفس. هيبدا يقول لك اختار لي الشكل اللي عندك او اختار لي السكتش اللي عندك، هتبدا تعمل السكتش، وهيبدا يقول لك هو السيكنس بتاعك عباره عن كام، هتقول له عباره عن 10 ملم، وتبدا تعمل جنريت. هيبدا يحول لك الشكل بتاعك، لو انت بصيت كده هتلاقي هنا سيرفس مفيش هنا سيكنس خالص، هو معرف ان السيكنس هنا 10، وفاهم ازاي اللي يكون الشكل ده عباره عن 200% في السيكنس بتاع ال 10، ويبدا يتعامل معاه في الميكانيكال ورك بيتش. يبقى احنا قدرنا نتعلم امرين جداد من الامرين الخاص بالكونسبت من حاله ال 1 دي، وقدرنا نتعلم الموضوع بتاع ال 2 دي. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.